تأخذنا الخطى نحو دريز الشرقية التي يقول البعض إنها سميت كذلك تيمناً بدريز الظاهرة الأقدم منها، وقيل إنها أخذت اسمها من فلجها الذي يقع بين فلج المضيرب وفلج القابل، فهو كالدرز في الثوب. حارة دريز بولاية القابل تأخذك إلى تاريخ ثري بالأحداث، حافل بالإنجازات والمعمار الذي وصل إلينا، لا تزال ماثلة بعنفوانها. المهتمون لا يعرفون تاريخا محددا لنشأة هذه الحارة، وإن كانوا يرجعون بعض مبانيها إلى سنة 1200 للهجرة وربما أقدم. قرية الدريز هي إحدى قرى ولاية القابل، سميت بهذا الاسم كما يقال نسبة إلى مصطلح الدريز. مصطلح الدريز ذكره صاحب المصنف أحمد بن عبد الله الكندي بأن معناه الدكان أو المستودع أو المخزن، كذلك ذكره صاحب لقط الآثار بأنه كذلك نفس المصطلح معناه الدكان أو المستودع، وجاء كذلك في كتب ومعاجم اللغة بأن الدريز معناها الدنيا، أم درز هي الدنيا، فهي تصغير لمصطلح الدنيا كأنها حوت الدنيا. يحيط بالحارة سور من جهاتها الأربع، لها بوابتان رئيسيتان في الجنوب والشمال، الدروازة الحضرية والدروازة العلوية، فلا دخول ولا خروج إلا عبر هاتين البوابتين. ومع توسع الحارة في عصور لاحقة تهدمت أجزاء من السور فتعددت المنافذ. يحرس الحارة عدة أبراج تشمخ بعلوها نحو الأفق البعيد، أبرزها برج المشابر غرب الدريز وبرج المفرق، سمي كذلك لأن فلج الدريز يفترق عنده في ساقيتين، ساقية تتجه نحو الشرق وأخرى نحو الغرب، بني في عهد السلطان فيصل بن تركي ورممته وزارة التراث والثقافة. طبعا هذه القرية الصغيرة تأسست، اختلف في التأسيس في روايات التأسيس، لكن أهم رواية معنا هي رواية بدر بن هلال بن خلفان السمري الكاتب للعدل في عهد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، قال بأنها تأسست بعد تأسس بلدة القابل التي هي مركز الولاية، تأسست بعد 10 سنوات من تأسيس بلدة القابل. تأسيس بلدة القابل معروف ومنقوش في المسجد، مسجد الشيخ صالح بن علي، أن بلدة القابل تأسست سنة 1171، فإذا هذه البلدة تأسست حسب أشهر الروايات 1181. طبعا انتقل الأهالي من ولاية إبرة إلى ولاية القابل ليؤسسوا هذه الأفلاج بعد التواصل مع أفريقيا الشرقية، ومن ضمن هذه الأفلاج فلج الدريز. كان الأهالي في المنزفة، في قرية المنزفة الأثرية الآن، فانتقلوا وأسسوا فلج الدريز. تأسس فلج الدريز وبعد ذلك تأسست هذه الحارة. هذه الحارة تتكون من العديد من المكونات، من أهم هذه المكونات السور الخارجي، السور الخارجي الذي يحيط بهذه القرية من جميع الاتجاهات. وفي هذا السور مدخلين معلومين، المدخل الأول الدروازة الشمالية والمدخل الثاني الدروازة الجنوبية. تدخل الحارة فتستوقفك الكثير من البيوت الأثرية، يصنف العديد منها على أنها بيوت سكنية باستحكامات دفاعية، تمتاز بعلو الجدران وهيبة البناء، والزخارف تزين بكثافة الأسقف والأبواب والنوافذ، مبنية بالجص والحصى. يقف المرء أمامها متأملا قدرة البناء العماني على هندسة وإنجاز هذه المباني الصامدة مئات السنين بهذا العلو والإتقان وقت لم تكن معدات ولا رافعات. تحوي هذه القرية كذلك مساجد أثرية، من ضمن هذه المساجد المسجد الوسطي الذي جدد سنة 1267، كذلك مسجد اللمبة
الذي هو آخر البلدة، وسمي نسبة إلى أشجار المانجو أو اللمبة التي كانت تزرع حوله. ويوجد بهذه الحارة العديد من الأبراج، من ضمن هذه الأبراج برج مفرق الصورة وبرج المشابر. من مرافق الحارة البارزة بيت أولاد عدي، يتكون من دورين، بني سنة 1317 للهجرة، وهو مبني بالجص والحصى، يقع جنوب الدريز متصلا ببرج مفرق الصورة والدروازة الجنوبية. وهناك بيت آخر هو بيت المستريحة غرب الدريز، مبني على نمط بناء سكني دفاعي في عهد السلطان تركي بن سعيد، وسمي كذلك نسبة إلى ضاحية المستريحة. ومن بيوت الحارة المشهورة أيضا بيت حسين وسط الحارة وبيوت عديدة. وإلى جانب هذه البيوت الكبيرة البارزة تتمدد بيوت الطين التي تتفاوت في أحجامها واتساعها حسب قدرة كل أسرة وحاجتها، مشكلة الحارة بطرقاتها ومرافقها التي كانت مقصد العديد من العلماء والزائرين من داخل عمان وخارجها. كما يحوي أو تحوي هذه المنطقة أو الحارة العديد من المدارس، من ضمن هذه المدارس المدرسة الداخلية، مدرسة القرآن والفقه، المدرسة الداخلية أو تسمى بمدرسة موزة في مصلى موزة، وكان فيها العديد من المعلمين القرآن، وكذلك مدرسة المركاض، تسمى مدرسة المركاض، علم فيها العديد من معلمي اللغة والفقه. وتحوي كذلك هذه القرية العديد من أنواع الأشجار مثل النخيل واللمبة والمانجو وكثير من الأشجار الموجودة معنا، وكانت تشتهر كذلك بتبسيل نخلة المبسلي. وتجد في أرجاء هذه القرية العديد من التراكب، ما يسمى بتراكب تبسيل المبسلي، تسمى التركبة، هي لطبخ هذا النوع من التمور وتصديره للهند. بناء الحارة يكشف عن فن معماري وهندسة بديعة تستغل إمكانيات البيئة المحلية وتستفيد من معطياتها، فمادة البناء متلائمة مع المناخ حرارة وبرودة، ونوافذ طولية واسعة مشرعة نحو فضاء الحارة أو بساتين النخيل المجاورة للهواء والضوء. تعلوها أرفف محفورة في الجدار السميك تسمى روازن، تمتد إلى قرب السطح المسقوف بجذوع النخيل وسعفها، وبعضها من خشب أشجار محلية أو مجلوبة من بلدان أخرى. وهناك أسقف مطوية بالجص والحصى مشكلة عقودا تتوزع في مداخل الحارة أو بعض مبانيها. في هذه القرية ظهر العديد من العلماء والأعلام. حقيقة هؤلاء العلماء والأعلام تخطوا المكان المحلي ليكونوا عالميين. من ضمن هؤلاء الشيخ علي بن مسعود. هذا علي بن مسعود كان واليا للسيد سعيد بن سلطان في بندر عباس، وتوفي في بندر عباس للسيد سعيد بن سلطان البوسعيدي. تولى للسيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، كان من رجالات الدولة، وكان سفير له يرسله بعض الأحيان من زنجبار إلى عمان ومن عمان إلى زنجبار، ثم ولاه بعد ذلك في بندر عباس، وتوفي في بندر عباس في عهد السيد سعيد بن سلطان، وجاء من بعده ابنه سعيد بن علي بن مسعود. سعيد بن علي بن مسعود أغلب العمائر الموجودة معنا هي من بناء سعيد بن علي بن مسعود وأولاده، فكانوا من المهتمين بالعمارة
وكان يجلبون الصناع والمهندسين والبنائين لبناء المنازل ذات الطابقين ذات الاستحكامات العسكرية السكنية، تتكون من طابقين فيها مرامي للمدافع وللبنادق وأماكن لصب الزيت، فكانت سكنية عسكرية في نفس الوقت. الحارة وإن تهدمت بعض مبانيها وأسوارها لا تزال حية عامرة بأهلها الذين عرفوا التواصل مع الغير عبر تاريخهم، فكانت هذه الأوابد يقف أمامها الزائر معجبا بتفاصيلها وتفتح للباحث آفاقا أوسع للغوص في التاريخ بكل تفاصيله.